السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من حلقات وورلد سبورتس. نكون معكم كل يوم جمعة من الساعة 5 وحتى الساعة 6:30، بنتكلم في كل الأحداث العالمية. أسبوع أكيد كان فيه مباريات دولية كبيرة جدا، انتهى بإصابة النجمين الكبار جدا ميسي ورونالدو، زي ما هم بيكونوا متفقين في كل شيء، في الأهداف وفي المباريات وحتى في الأرقام القياسية. كمان الأسبوع الماضي بيتفقوا فيه الإصابات، الاثنين بيصابوا مع منتخبات بلدهم. كلنا طبعا تابعنا وشفنا وسمعنا الصحف البريطانية والإنجليزية بعد ما سولشاير بقى المدير الفني الدائم رسميا لفريق مانشستر يونايتد لمدة 3 سنوات. طبعا مسؤولية كبيرة جدا، يا إما يبقى زي مصير زين الدين زيدان ويتحول إلى بطل كبير جدا بالنسبة لجمهور مانشستر، أو يلقى نفس مصير مورينيو بعد الموسم السيء اللي أداه مع فريق مانشستر يونايتد. طبعا دورة عودة الدورات العالمية كلها هتكون بداية من بكرة، عندنا أبرز المواجهات هتكون يوم الأحد، ليفربول وتوتنهام في مباراة هتكون على ملعب الأنفيلد ملعب فريق ليفربول، وعودة محمد صلاح بعد الراحة الدولية اللي كان مش متواجد فيها مع منتخب مصر بعد التنسيق اللي تم ما بين فريق ليفربول ويورجن كلوب وأيضا منتخب مصر ومستر أجاري. طبعا بنتكلم على صفقات كتيرة أو صفقات بدأت الأندية تعد ليها من دلوقتي. أبرز الصفقات اللي تمت الأسبوع الماضي أو من يومين هو لوكاس هيرنانديز الفرنسي بطل العالم، لاعب أتلتيكو مدريد اللي انتقل لصفوف بايرن ميونخ بقيمة 80 مليون يورو، أغلى صفقة في الدوري الألماني حتى الآن. لكن اللاعب طبعا في بعض المشاكل وبعض الإصابات اللي موجودة معاه، واللي من خلالها خضع إلى طبعا تدخل جراحي في ألمانيا في وتر الركبة، لسه مش عارفين مدى الإصابة، لكن مبدئيا مش هيكون جاهز الموسم الحالي، وهيكون جاهز وفت وموجود 100% مع فريق بايرن بداية من الموسم المقبل. يصبح تاني أغلى مدافع في العالم بعد طبعا الحائط والسد المنيع فيرجيل فان دايك لاعب ليفربول. طبعا سمعنا أخبار عن أنطوان جريزمان وإيه مستقبله مع فريق أتلتيكو مدريد، سمعنا إن برشلونة يعني بتطبخ الصفقة على نار هادية جدا، كان في كلام إن جريزمان ينتقل إلى برشلونة من أول الموسم لكنه جدد وفضل إنه يكون موجود مع فريق أتلتيكو مدريد، لكن بعد ما خرج من 3 بطولات تشامبيونز ليج وكأس ملك إسبانيا والدوري بدأ إن هو يكون قريب جدا من برشلونة. عارفين إن جريزمان بيتقاضى مع فريق أتلتيكو مدريد حوالي 23 مليون يورو سنوي، اللاعب وافق إن هو يخفض الراتب السنوي بتاعه ل 16 مليون يورو من أجل عيون برشلونة، من أجل عيون تحقيق البطولات مع النادي الأسباني. كمان سيميوني مش مضمون إن هو يكون موجود مع أتلتيكو الموسم القادم بعد الإخفاقات. هتقول لي جدد عقده؟ هقول لك وماله، أي مدربين بيبقوا موجود أو لعيبة ممكن أي اتفاقات تتغير، سواء لعيبة وعقودهم مع الأندية أو مدربين مع الأندية. مورينيو كان موجود بعد طويل مع فريق مانشستر، اختلف الناديين، مورينيو أخفق قالوا يتفضل مع السلامة، جابوا سولشار مكان، سولشار بقى المدير الفني الدائم. كمان يعني زيدان وريال مدريد والكلام اللي بيتقال، هل ماني فعلا هيكون موجود؟ هل امبابي؟ هل 280 مليون يورو فعلا هي القيمة الحقيقية اللي تقدم بيها فريق ريال مدريد لفريق باريس سان جيرمان علشان يتعاقد مع امبابي؟ هازارد، ايه اخبار هازارد؟ هل ده هيكون فعلا حقيقي؟ هل زيدان هيستخدم نجوميته وكاريزمته الطاغيه في اقناع اللعيبه ان هم يكونوا موجودين؟ خط الدفاع والكلام عن رحيل فاران ومين هيكون البديل لفاران في حاله ان هو مشي. فاران طبعا واحد من نجوم ريال مدريد اللي حقق مع فرنسا بطوله العالم الاخيره. اخبار كثيره جدا هنتكلم فيها وهنتابع معاكم، صحف واخبار وفيديوهات واهداف وكل شيء ممكن تعرفوه معانا في الكره العالميه، هيكون معانا بعد الفاصل، خليكم معنا.